شوف يا فرد العين وبعدين سأل. من ايه؟ طفاح؟ منك لله يا ظالم، منك لله يا قاتل، دعوا مكانك. منك لله يا ظالم يا قاتل، ان شاء الله يعدم كلكم، ان شاء الله يعدم كلكم. ابا سامحني، ما سامحني، سامحوني يا ابو امه. الله لا سامحك ولا ابي عنك، كذا كذا خليك اختك اسيري عقيلي حالتها حالة يا هبل. حرام عليك، حرام عليك تقربك. شوف 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 البراءة، شوف الحلاوة، شوف شوف الوجه هذا اللي يتقطر كذا براء. حرام والله انه بريء، انا متأكد انه بريء، وان شاء الله قال المثال المتهم بريء حتى تثبت هبالته. تثبت هبالته وشوتر. والله انه حرام عليك. لا تخاف يا ولدي يا جعفر، لا تخاف، انت ايش تخرج ان شاء الله، وكلكم ذول ايش تخرجوا، ما عدا الشيخ طفاح الظالم الكلب الوثيق. دمغا منو ذي؟ الشيخ طفاح يما. حياك يا شيخ المشايخ، انت بريء وانت احسن واحد في دار ركبك ان شاء الله. دمغا بدار ركبك مي الله يحمل اعدام ان شاء الله يا طفاح، كلكم ان شاء الله اعدام باذن الله. ما اصبر ذا اليوم، ما اصبر ذا اليوم واطوله، يا ريت انا كنت مت. لا يا طفاح، لا لا تضعفش، ذيلا لو عرفهم بضعفك مش يرحمونكش. خليك ما تخرج من ذا القفص، ووري أهل القرية ذيلا الخونة منه طفاح. محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة في القضية الجنائية الجسيمة رقم 33. المتهم فيها كلا من ضفاح قائد حكلة، موجود، عوض بن ضفاح بن ضباح قائد حكلة، غير موجود، بعزاء السطوف، حاضر، قارع، حاضر، جعفر شوسان. أنا حاضر هنا. قال لك شفي قام ما تجد عيش تخرجوني. اهدا، ما سمك جعفر الأميشي. باقص بن بيسة النيابة، اقرأ قرار الاتهام. تتهم النيابة العامة عوض طفاح بن ضباح بن حكلة بالآتي: أولاً، قتل إنسان مسلم معصوم الدم. ثانياً، حرض المتهم الثالث بأن يقوم باستدراج المجني عليها شفيقة بنت شوتر إلى العشة الخاصة به، وقام بحجزها وحبس حريتها. ثالثاً، ارتكب المتهم جريمة الاغتصاب بالقوة بحق المجني عليها شفيقة بنت شوتر. طفاح، ما ردك في قرار الاتهام؟ أنا أنكر كل التهم الموجهة لي. وأنا منكر إنكار النكر هذه، والله أنك أنت القاتل يا طفاح، والله أنك عملت كل ذي الجرائم. قسما بالله أنه يا حضرة القاضي ذا كلامه صح، يا شوتر لا يمكن يكذب في حد، ما يكذب ذا ما يكذب، ذا قاتل وابن قاتل، وكل أهله وأبيب أبو جد أبيب أبوه قتله، وإحنا لا يمكن نسكت على الكلام ذا، وإحنا ناس ما عجبناش يا اللي مجامله ولا عجبنا الكلام. هدوء هدوء عسكري، خرج يا روح حجم شوتر، يلا انا خارج. لا يا قاتل برويك لي يا نيابة. المتهمين أنكروا كل ما ورد في قرار الاتهام، اقرأ عليهم قائمة الأدلة. عجبك كذا؟ عجبك كذا هبلة؟ القاضي خرجنا بسببك انت يا هبلة؟ عجبك كذا؟ خرجنا بسببنا، ما عجبنيش اللي يبهر فوقي يفتح عيونه يفتح المخرة فوقي. تمام؟ القاضي القاضي ده فين القاضي؟ القاضي قضى على بعض. عجبكن عجبكن الآن؟ عجبك يا أم شوتر؟ عجبك يا أم زنبقة؟ دحين خلاص خلونا نروح نعمل لكم صور عشان من جوازات. وبالمناسبة نسينا ناخذ شفيقة، انتو نسيتوا ان اليوم هذا خروجها من المستشفى. يا صح، اليوم خروج شفيقة من المستشفى. ياه، من هي هذه الشفيقة الذي بيضحك عليه؟ ها شفيقة الذي في المستشفى. ياه ذكرتها، هي هي يا شفيقة بنتنا، اللي بنروح نخرج بنتي شفيقة. وشحتني وشحتني والله، خلنا نروح نشوفها. يلا 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 يلا. اولا اعترافات المتهم قارع، ثانيا شهادة الشهود والمتمثلة بشهادة حارث بن كارث، ثالثاً المستندات الرسمية والمتمثلة بالتقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهن شفيقة ونوريا، رابعاً القرائن القانونية القاطعة والمتمثلة بفرار المتهمين عوض طفاح وباقس بن بيسة. سيدي القاضي، أطلب صورة من ملف القضية
كما أنني أطلب مهلة لتجهيز الدفاع والرد على ما ورد في قرار الاتهام. محامي الادعاء، هل لديك طلبات أو دعاوى؟ أكتفي سيادة القاضي بما قلت، وبالنسبة لجعفر هذا تقرير طبي بحالة شفيقة، تفضلوا. المحكمة تقرر: أولاً، تمكين الأطراف من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم. ثانياً، التأجيل للفصل في طلب الإفراج عن جعفر. رفعت الجلسة.